مساء الخير. فوليبول، رياضة ميكانيكية، تنس وفوتبول هن أبرز المواضيع اللي رح نتابعهم الليلة بحلقة سكور. بداية بدي رحب بضيوفي علي خليفة، المهندس علي خليفة، نائب رئيس الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة والرئيس البعثة اللبنانية اللي كانت عم تشارك بالأمم الآسيوية. مساء الخير أستاذ علي. نحن وياك كنا على موعد الأسبوع الماضي مع منتخب لبنان، رح نحكي أكثر حول هذا الموضوع أنت وأستاذ أسعد النخل. مساء الخير أستاذ أسعد. يعطيك العافية. أسعد النخل أيضا نائب رئيس الاتحاد اللبناني ونائب رئيس البعثة اللي كانت عم بتشارك. نحن وياك رح نعمل جوجة لحول هذا المنتخب. مثل ما كان عم بقول أستاذ علي، صار عنا لأول مرة منتخب قوي في هذه الرياضة. أيضا بدي رحب بساندرين، الحمد لله على سلامتك. ميرسي. نحن وياك شو رح نتابع اليوم؟ أكيد ما نحكي تنس مع بطولة تشاينا، وما نحكي راليات أيضا مع المرحلة اللي كانت عم تجرى بفرنسا. اما راليات فاذا كنا مع وداع سيباستيان لوب يعني كنا مشارك باخر سباق. بونسوار مروان. بونسوار. نحن وياك طالما انت موجود معنا يعني عم نحكي فورمولا 1. اكيد. وين كنا؟ سباق كوريا، اخر سباق بالفورمولا 1. اخر سباق؟ لا اخر سباق يعني سباق صار هلا. صار لا الاسبوع المقبل وين رح نكون؟ باليابان. باليابان يعني احد بعضهم. اذا البدايه رح بتكون معك استاذ علي مع المنتخب اللبناني للكره الطائره اللي كان عم يشارك في هذه البطوله. خبرنا عن هذا الاستحقاق الكبير، بطوله الامم الاسيويه 17، مين كان عم يشارك فيه وهل كان في منتخبات مصنفه عالميا في هذه البطوله؟ هيدي البطوله 17 كانت بتضم 24 منتخب، من ابرزهم ايران، الصين، كوريا، اليابان، استراليا، الهند، تايلاند، يعني المنتخبات القويه في لبنان. سمينا لك اول هذا اول 8 24 منتخب عربي واسيوي طبعا بينضموا لقاره اسيا. كانوا اقل منتخب فيهم له باع طويل بهيدي اللعبه ضمن دول طبعا بتعداد مئات الملايين. المنتخب اللبناني قدر يقارع الكبار بهيدي اللعبه بفتره قياسيه من التحضير ما بتتجاوز الخمس شهور، يعني من حين انتهاء الموسم البطولي بشهر 5 لليوم. عمل مشاركتين، مشاركه بتصفيات كاس العالم وعمل بطل المشرق العربي ودوره وديه بقطر. هذا التحضير البسيط يعني اذا بدك تقول ما بيقدر بقطر قدرنا نحقق المركز الثالث. بقطر قدرنا يعني نعمل انجاز كمان بفوزنا على منتخب قطر بعقر داره، وكمان ب مقارعة الكبار مثل أستراليا ومثل يعني الامارات. المنتخب كان جيد، الاحتضان كان جيد أيضا في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. الاحتضان كان، وهون يعني منوجه الشكر لأكثر من جهة، على رأس الام تي في اللي كانت مواكبتنا بهذه البطولة، ولسعادة القنصل العام ولمجلس العمل اللبناني والجمهور اللبناني ولمعالي وزير الشباب والرياضة اللي كان موفد حدا من قبله دائما كان يتابع المباريات. يعني فاذا رح نشوف نحن وياك قبل ما نكون معك اسعد روبورتاج حول هذا الاحتضان. كان في لقاء بدايه مع قنصل عام لبنان في اماره دبي استاذ سامي نمير، ومن بعدها كان في عشاء بمطعم الصفدي، كانت الجاليه اللبنانيه كلها موجوده، كان في كل ليله تقريبا. ما رح نفرجي كل شيء، رح نشوف اول شيء الصور. بالطبع سعادة القنصل كان موجود معنا مش بس في هذا اللقاء، كان أيضا عم يحضر عدد كبير مباريات. من المباريات اللي كانت عم تصير، وأنا عم نشوف أعضاء من الجالية اللبنانية والأستاذ زين حمية بالإضافة لها اللجنة الخاصة المكلفة بمتابعة هذه الأمور من قبل الاتحاد. وهنا عم نشوف أحد العشوات الكثيرة اللي كانت عم تصير لاحتضان هذا المنتخب. شو كان السبب أسعد برأيك لهذا الاحتضان الكبير للمنتخب اللبناني؟ السبب الأساسي هو أنه أول مرة كفريق فوليبول ومنتخب لبنان بيروح على دبي، وبالعكس كانوا تفاجئوا فينا هناك، كان لازم نعطينا احنا خبر قبل، لأنه المفاجأة اللي حضنت هالفريق وضل مواكبه معنا من أول البطولة لآخر البطولة. وهون أيضا بدنا نوجه تحية لأكثر من شخص أيضا كانوا متواجدين، مسيو زين، وأيضا دكتور إلي موسى، دكتور إلي موسى، المنتخبات، الهيئة الإدارية ككل، يعني كلهم والموجودين أيضا. نتيجة نحن كنا عم نشتغل مجموعة واحدة بالإمارة، يعني أعضاء الجالية اللبنانية أستاذ جوزيف، أستاذ أكيد أستاذ جوزيف نهرة، وأستاذ فواز كرامي، أستاذ فواز كرامي اللي عمل تكريم موجودين. مدير شباب الرياضة اللي عملنا تكريم بمطعم الحلاب آخر ليلة، تكريم حلو كثير مع الجالية اللبنانية، يعني كلهم كانوا موجودين. صح. وأيضا بدنا نوجه تحية لشربل ونضال برهوش اللي كمان كانوا عم بيتابعونا، ولا يمنى طنوس ومحمد، كلهم كانوا عم بيتابعوا. هلا رح نشوف ريبورتاج اول عن المواجهات. كنا معصبين شوي المباراة الأولى ضد تايلاند، والمباراة الثانية ضد المنتخب اللي عم يستضيف البطولة على أرضه منتخب الإمارات. خلينا نشوف ريبورتاج سوا.
بدي بس أكد على مستوى الفريق اللبناني. اليوم نحن فتنا على دور ال 16، بعد عندنا ماتش بكرة إن شاء الله بنصير بدور 8، وبدور 8 عم تلعب مع أهم 8 منتخبات بآسيا. بكفي فخر إنه منتخب ناشئ عمره 5 شهور قدر يوصل لهذا المستوى من التقدم قدام منتخبات عريقة عمرها عشرات السنين بهذا المجال. نحن فخورين جدا بالفريق اللبناني اللي حامل راية الأرز عم يبرم فيها بالعالم كله. نحن منحب هالراية تبعنا، منحب الشباب تبعنا. نحن منشكر دولة الإمارات على هالجو الجميل اللي مخلي فيه هذه الدورة. نشكر الإدارة المواكبة للاتحاد وللشباب والرعاية، ونشكر الام دي في كمان على هالرعاية. نحن حسب ما شفنا من الشباب حيوعدونا أكثر، وإذا الله راد حنوصل لنتائج أحسن. أول شيء منحس الانتصار هذا الحلو اليوم، منقدمه للاتحاد رئيساً وأعضاء أول مرحلة، والمرحلة الثانية منقدمها للجيل اللي هون، لأنه أول شيء ضد الإمارات كانت المباراة كثير مهمة بين لبنان والإمارات، إن شاء الله بكرة تكون أحسن. لما توصل لبنان للدور الثمانية وتلعب مع أفضل 8 فرق بآسيا بحد ذاته إنجاز، ومش رح تعمل تبني فريق بظرف سنة ياخد بطولة، خطوة خطوة. هيدي الخطوة كانت كتير فعالة، وإن شاء الله بيفوتوا على دور 8. يعني بكرة أنا بتأمل يعني إنه يفوتوا على دور 8، وبتعرف دور 8 هلا صرت من ضمن أفضل من 8 بآسيا، وبالنسبة لنا شغلة منيحة يعني بالنسبة لنا. ما بعرف استاذ علي واستاذ اسعد ايضا اذا بتضموا صوتكم لصوتي، بدنا نقول له ميرسي لمنير عبوشي اللي كان عم بواكب المنتخب بشكل مستمر. صح، سينا نشكره، كان بقي معنا ل هو ما لازم نشكره لانه هو من اعداد الفريق، يعني اكيد هو من اعداد الفريق لا شك، يعني ومن اهم الطاقات اللي مرقت بعالم الكره الطائره بلبنان. رح نكون نحن وياه سوا بالبيتش فولي بول اذا الله راد ان شاء الله، رح يكون مع المنتخب اللبناني. نحكي مع استاذ ميشيل ابي رامي ووليد اصوف، وهون بدنا نقول لهم مبروك لاستاذ ميشيل يلي صار عضو اللجنه الماليه، استاذ وليد بالكره الشاطئيه، واستاذ ايميل جابور باللجنه الفنيه. طيب شو رايك عن البطولة قبل ما نتابع بعد شوي مع المنتخب، كيف كان مستوى البطولة برأيك؟ مستوى البطولة من الناحية الفنية مستوى عالي، بنتيجة مشاركة الكبار، الفرق الكبار، منتخب مثل منتخب إيران اللي طبعا عامل سابع بعتقد على مستوى العالم، ومنتخبات التانية أكيد فنيا كانت منيحة. تنظيميا كان في ثغرات كتير من ناحية التنظيم تبع يعني الوفود والتفاصيل هيدي اللي هي مفترض تكون كانت أفضل من هيك بكتير يعني، بس برضو عادة كمجمل كان جيد. بالمجمل يعني بقية الأمور، الإقامة، الاهتمام كان كتير منيح، بضل في نوع من صغر. هلا بعد شوي بدنا نحكي عن قصة البوشرية، بعد شوي بالقسم الثاني عن قصة توقيف البوشرية من بعد ما كان تم إقفال الملف هذا باجتماع الاتحاد العربي. يعني هي من الثغرات اللي صارت هون إنه بس ما خص البطولة. لا إحنا على هامش البطولة. لا علاقة بالبطولة، هي اليوم كان لازم نكون إحنا بكأس آسيا، لأنه مفترض آخر 8 أول 8 فرق يكونوا هن مشاركين بكأس آسيا. على الهواء طلع قرار ما بعرف شو يعني مدى صحته، إذا بدي أقول انه شالوا اخر فريق من 8 وحطوا محله الدوله المضيفه. المفترض كان بهيك حاله انه يختار بالقرعه، كونه في بحسب تنظيم الاتحاد الاسيوي وحسب نظام البطوله او الكاس بالاتحاد الاسيوي، اول 8 فرق بالاتحاد الاسيوي بيشاركوا. هيدا اللي بنعرفه، هذا القرار. اليوم لما بتطلع بجمعيه مش بجمعيه عموميه، بمجلس تنفيذي بيقول لك نحن نختار اخر فريق منحط محله الدولة المضيفة. هذا بس ما رح تكون بالهند، هي ما رح تكون بالهند، بكازاخستان. اوف يعني رح لبنان. فبالتالي نحن هلا نحن هلا فقدنا هذا الموقع. كان مفترض يقولوا اخر اربع فرق، اذا ما بدنا نقرب على الكبار نختار بالقرعة شخص فريق من هالفرق وبتجي الدولة المضيفة محله.
هذه من الشغلات اللي كمان. وكان في شغلات تانية بس ما رح نحكي عنها بالمجمل كانت جيدة. نحن لأنه في شيء غطى عن شيء يعني النتائج اللي حققناها واللي كانت. هلا بعد شوي إذا بدنا نحكي ليش مزبوط عم بتقولوا إنه صار عنا فعلا منتخب بالقسم الثاني بنحكي عنه أكثر. هلا مروان خبرنا شوي عن الفورمولا 1 جراند بري كوريا كان عم بصير بمشاركة الكبار. هل فيتال صار قريب جدا من الفوز باللقب العالمي؟ هلا من بعد سباق سنغافور وكمان فوز فيتال بشكل كتير مريح انتقلنا لسباق كوريا. بكوريا لويس هاملتون كان عم بيصرح قبل انه بيرفض يتخلى للزعامه لفيتال وقال بده يقارعه. خلال البراكتس سيشنز بالجمعه والسبت كانوا كثير قراب وكان يمكن هاملتون افضل من فيتال بس وقت الكواليفاينج بيرجع بيخسر مركز البول بوزيشن لسيباستيان فيتال. على كل حال بنشوف السباق بهالتقرير. إذن سيباستيان فيتل بينطلق من المركز الأول وإلى جنبه هاملتون. معركة البداية ما كانت طويلة لفيتل وبيستلم المركز الأول. الحلو كان انطلاقة رومان جروجان بالرنو يلي بياخد مركز كتير منيح وبعد حوادث كمان بالمقدمة. معركة كمان للمرسيدس لهاملتون يلي استهلكوا إطاراته وهون نيكو روزبرغ وهاملتون عم بيتجاوزوا بعضهم بعد ما استهلكوا إطاراته ل هاملتون. كمان عند المكلارن مرسيدس مشاكل كتير كبيرة وخاصة انفجار هالإطار يلي هو شكل كتير غريب يعني بعالم الفورمولا 1 ما لازم تصير بهالشي لأنه ما كان فيه ثقب فيه. بتطلع السيفتي كار أكثر من مرة خلال السباق ومرة منهم أكيد بسبب انفجار الإطار يلي شفتوه أمامكم وهذا المرة الثانية معركة كبيرة واصطدام بيحصل مع مارك ويبر يلي بتولع سيارته بالآخر. وكمان في انفستيجيشن بالموضوع أنه ليش طلعت النار من سيارة وهذا شيء خطر كتير كتير. خلال نهاية السباق كمان كيمي رايكونن بيقوم بمانوفر كتير حلوة وبتجاوز التيم ميت تبعه من بعد السيفتي كار وبيصير في هيك مشادات ما بعد السباق بين كيمي رايكونن وتيم ميت رومان جروجان. أكيد ما حكينا عن سيباستيان فيتل لأنه انطلق أول بقي أول وعلى آخر السباق ضلوا أول وفاز فيه بشكل سهل كتير. بالنتيجة النهائية أكيد سيباستيان فيتل مركز أول، رايكونن تاني، جروجان ثالث. هولكنبرغ كان ستار للسباق لأنه كان في عليه ضغط كتير من هاملتون وألونسو خلال السباق وما قدر حدا يجاوزه. روزبرغ بطن، ماسا تاسع، وسيرجيو بيريز يلي انساق بإطاره مركز عاشر. في ترتيب بطولة السائقين سيباستيان فيتل قرب كتير يحسمها 272 نقطة، ألونسو تاني، رايكونن، هاملتون، ويبر، روزبرغ، ماسا وجروجان بالمركز الثامن. وأكيد بطولة الصانعين ريد بول كتير بعيدة عن فيراري 400 نقطتين، 284 لفيراري، مرسيدس، رينو ومكلارن مرسيدس. طيب شو قصة الإطارات مروان؟ هالسنة مش ضابطة معهم ما بعرف يعني صار في كتير كونتروفرسي عليها من بداية السنة ما كانوا يصيروا هالأشياء لا مع ميشلان ولا مع غيرها من مصنعي الإطارات. أكيد عنده خبرة بيرلي كتير كبيرة بعالم سباقات السيارات بس صاروا عم بيشتغلوا على الأدج يعني بدهم بيجيهم مثل جايدلاينز أنه بدنا إطار ما يضاين سباق كامل يستهلك بسرعة على الميلة يعني على الميلة بدهم يسيبوها مع شوية لعب بالحرارة مع هيك أشياء صغيرة عم بيصير معهم هول شوية المشاكل. تخفيف المصروف أكيد هيدا. هلا قبل ما نختم الفورمولا 1 رح نكون مع كليب صغير عن أبرز الأحداث يلي ما شفناها خلال السباق. مبروك لفيتال ولريد بول ايضا اللقب العالمي اللي رح نشوفه بعتقد سنة الاسبوع المقبل باليابان. باليابان صحيح. اسعد برايك انت من بعد ما اللي شفناه بإمارة دبي وبدولة الامارات هل نحن قادرين ننظم بطولة الامم الاسيوية في الكرة الطائرة؟ اذا صار في شوية امان
ولا كبير شو علينا؟ لا ليش كبير، اللي بينزل بطولة عربية وبينزل عدة بطولات بيقدر كثير هين بكل سهولة يعني. بقول لأنه الاتحاد مجموعة وحدة، بس كون مجموعة وحدة ما في مجال حيلا بطولة حتى بطولة العالم كمان أهلا وسهلا فيها. يلا إن شاء الله خير. شو أستاذ علي فينا نظمها؟ أكيد يعني لأنه اليوم صار عنا منتخب قوي، صار في بالإمكان مواكبته جماهيريا على الأرض اللبنانية. أنا بشوف يعني إذا الاتحاد الآسيوي بده ينجح ببطولة آسيا بينظمها بلبنان. أنا كنت ناطر هيك جواب بدون مبالغة عم بحكي بالموضوع. أي بطولة بتتنظم بلبنان بتاخد حقها الكامل. ايضا بدنا نوجه تحيه لاستاذ جان همام رئيس الاتحاد اللبناني ورئيس اللجنه الاولمبيه اللبنانيه اللي كان عم يحضر الاجتماعات وشفناه بتقاريرنا خلال نشراتنا الاخباريه بالعلاقات والاجتماعات اللي كانت عم بتصير على هامش الاجتماعين العربي والاسيوي، واللي للاسف كان في بعض القرارات السيئه بالنسبه للبنان من تبع بالقسم الثاني. قبل ما نختم القسم الاول بدنا نكون معك ساندرين. راليات يعني تقريبا صار في رقم قياسي للمشاهدين برالي فرنسا او رالي الالزاس، والسبب انه سيباستيان لوب عم بيشارك للمره الاخيره. مزبوط، كان اخر سباق رسمي بيشارك فيه ببطوله العالم للراليات، ومع الاسف يعني النهايه ما كانت مثاليه اذا فينا نقول له، اضطر للانسحاب من السباق بعد ما خرجت سيارته عن المسار، وبالتالي اكيد مش هي النتيجه اللي كان بيطمح لها باخر سباق له. من جهه ثانيه عندنا اوجيه يلي حسم لقب هالسباق وبرهن انه بيستحق اللقب العالمي يلي كان حسمه نهار الخميس بالمرحله الاستعراضيه. رح نتابع كل حال بعض الصور من هالسباق. إذن أحرز سائق فولكسفاجن بولو الفرنسي سيباستيان أوجيه نهار الأحد المركز الأول برالي فرنسا المرحلة 11 من بطولة العالم للراليات. أوجيه كان حسم اللقب العالمي الأول له ولا فريقه فولكسفاجن نهار الخميس الماضي بعد ما حصل على نقطة المركز الثالث بالمرحلة الاستعراضية أو السوبر ستيج، وهو قطع مسافة السباق بزمن ساعتين 53 دقيقة و7 ثواني، متقدم على الإسباني داني سوردو سائق سيتروين يلي حل ثاني، والفنلندي ياري مارتي لادفالا زميل أوجيه بفولكسفاجن يلي حل ثالث. الفوز هو الثاني لأوجيه برالي فرنسا بعد ما فاز فيه عام 2011 والسابع له هالعام. الأسطورة سيباستيان لوب مثل ما ذكرنا أغلق الستار على مشواره برهليات بطريقة غير متوقعة، فهو اضطر إلى الانسحاب بسبب خروجه عن المسار باليوم الثالث والأخير من السباق. وأكيد إذن بهالنتيجة عزز أوزيه موقعه بالصدارة بصدارة الترتيب العام برصيد 238 نقطة أمام أقرب ملاحقينه سيق فورد البلجيكي تيري نوفيل يلي حل رابع بسباق فرنسا. هون عم نشوف إذن الترتيب العام، أوجيه أول، نوفيل تاني، لادفالا تالت، داني سوردو رابع، هيرفنن خامس، عنا أوتسبرغ سادس، لوب سابع بعد ما اكتفى فقط بأربع مشاركات هذا الموسم. هون عنا ترتيب الصانعين، عنا فولكسفاجن أول، سيتروين تاني، قطر وورلد رالي تيم تالت، قطر أم سبورت رابع، وأبو دبي سيتروين رالي تيم بالمركز الخامس. يعني يلي فينا نقول مات الملك عاش الملك، انتهت قصة سيباستيان لوب بطريقة منيحة وانتصار كبير لأوجيه في هذا السباق. مروان الأسبوع المقبل بنشوفك معنا. إيه أكيد. ومن بعد الإعلان نحن منتابع مسيرة المنتخب اللبناني ومنشوف مين برز من أعضاء المنتخب اللبناني، وبنشوف قصة الانتقاد لكم إنه في عدد من اللاعبين يلي تم استبدال جنسيتهم، هل هني بيستحقوا يلعبوا أم يلي كانوا عم يشاركوا بالبطولة. بريك ومنرجع سوا. رجعنا معكم بالقسم الثاني من سكار لليلة، بدي رحب بجورج سويدي. بونسوار جورج. هاي نجيب. وطبعا نحن وياك رح نحكي تشامبيونز ليج، رح نحكي فوتبول، وبرشي كان عندنا مباراة مهمة بالدوري الإيطالي، يوفي ميلان، عندنا كان روما انتر كمان بالبطولة الإيطالية، وليفركوزن بايرن بالدوري الألماني. أما هلا فرح منكون مع خبر له علاقة بالبيتانك، مع منافسات مميزة جدا كانت عم بتصير الأسبوع الماضي. بطبعا تابعنا الروبورتاج بالأخبار وهلا رح نرجع نشوفه سوا. وإلى 12 ساعة استمرت تصفيات دورة مؤسسة كميل شمعون بلعبة البيتانج يلي أقيمت فعالياتها على ملاعب نادي نجمة الصحراء سن الفيل، بحضور حشد كبير من اللاعبين ومحبي اللعبة بيتقدمون النائب دوري شمعون لاعبا بصفوف نادي دير الأمر. الدورة اللي افتتحت مبارياتها عند الساعة 9 صباحا واستمرت حتى الساعة 9 ليلا استطاع خلالها فريق العباسي الجنوب حسم اللقب لمصلحته بعد نهائي قوي مع فريق نادي بيت شباب، بانتظار انه يصير هناك اتحاد رسمي لهاللعبة الجديدة على الساحة المحلية.
ومع ختام المنافسات كان هناك كلمات لممثل أندية البيتانك بلبنان زخيا فرحات شدد فيها على أهمية الوحدة بين المناطق والأفراد اللي بتخلقها اللعبة، وألقى رئيس بلدية سن الفيل نبيل كحالي كلمة يتحدث فيها عن أهمية الاستثمار بالبشر قبل الاستثمار بالحجر وأهمية هالأمر من أجل بناء جيل من الشباب المتعلم المثقف والرياضي. وأخيرا كانت كلمة لرئيس مؤسسة كميل شمعون النائب دوري شمعون اللي تحدث عن لعبته الرياضية الأولى وهي البيتانك ووجوب تنظيمها وإيجاد ممولين لدعمها، واعدا بوضع كافة إمكانياته الشخصية وإمكانيات المؤسسة بتصرف أي اتحاد جديد للعبة رح يتم إنشاؤه. وجرى تكريم رئيس بلدية سن الفيل نبيل كحالي بمنحه درع الرئيس كميل شمعون التكريمية لدعم النشاطات الرياضية بسن الفيل. وهون أيضا بدي وجه تحية لصديق نبيل كحالي اللي عم بحقق نتائج ممتازة ببلدية سن الفيل، وبالطبع رح منتابع كل نشاطات اتحاد الرياضة بحزب الوطنيين الأحرار اللي عندهم هيك نشاطات مميزة من فترة لفترة. هلأ رح منتابع معك أستاذ علي، وبدنا نحكي هيك عن أبرز الأسماء اليوم بالمنتخب اللبناني. مثل ما كنت عم بقول لك قبل البريك، البعض عم ينتقد انه في انتقادات معينه لسرديت وجنسيه البعض اللبنانيه اللي بيلعبوا البطوله المحليه بيستحقوا، ولكن انا اللي شفته شفت منتخب قادر ينافس على المراكز الاولى، ليس مثل ما كان عم بقول استاذ جهامام بالبطوله العربيه ولكن ايضا بالبطوله الاسيويه. الحقيقه كل اللاعبين اخذوا دور كثير كان ملفت، يعني كل واحد اعطى كل ما عنده، كانوا عم بيدافعوا عن راية لبنان بشكل كتير جيد. طبعا في حدا كان عم يعطي أكثر من حدا، جانب جديد، كايو معلوف، وينسون، بحكم الدور اللي هن بياخدوه المنوط فيهم على أرض الملعب لأنه هن الهجوم، يعني وعادة بالمباريات دايما اللي بياخد الدور الأساسي هو الهجوم، يعني بيكون كل الفريق عم يلعب الفوتبول، اللي بفوت الهدف هو اللي بياخد السكسس النجاح هذا كله سوا. بالنسبة للموضوع الانتقادات، بقول لك كل اللي موجودين كانوا بالمنتخب بيمثلوا لبنان، إن كانوا موجودين بلبنان ولا كانوا موجودين برات لبنان، هن لبنانيين عايشين برا، هذه كل القصة. بالعكس كان بدل ما ينتقدوا هذا الموضوع أنا كنت بفضل يطلبوا يدعوا وزارة الشباب والرياضة مع وزارة الخارجية ليتصلوا بالبعثات اللبنانية بالخارج ويعملوا زي شيء بغير منتخبات، ويطلبوا من البعثات اللبنانية تزود وزارة الشباب والرياضة بأسماء الرياضيين اللامعين بالدول اللي عايشين فيها برا. نحن 13-14 مليون لبناني خارج لبنان، وعم نشوف نحن هودي نماذج اللي نحن عرفناهم عن طريق الأندية، يعني اليوم اللعيب اللي كانوا موجودين عنا بالمنتخب هودي أندية لبنانية جايبتنا عم يلعبوا ضمن الأندية كلبنانيين أخذناهم، بس بعد أنا بقول لك في الميات أو الآلاف من الرياضيين البارعين بدول برا وما حدا عم يحاول يتعاطى معهم، هاملينهم. نحن كان بدل ما نكتب عن منتخب لبنان المجنس بدل ما نروح نكتب دعوة لكل الفعاليات اللي لإسترداد الجنسية لأكبر عدد ممكن، دبلوماسية غيرها، بعتولنا هاللبنانيين اللي موجودين عندكم لحتى نقدر نستفيد من الطاقات الموجودة ونحقق أكبر قدر من الإنجازات بلعبة كرة القدم. وأيضا بالتنس كان عنا لاعب مميز، يعني عشوائي كان رح يكون ضمن عداد منتخب لبنان مستر فرح يلي هو تقريبا بالحدود 130 عالميا، لو كان معنا يمكن كنا صرنا بالمجموعة العالمية بالديفيس كاب. للأسف أسعد، المنتخب هل في احتضان كامل له من قبل الاتحاد؟ ما في شك فيها، هيدي الاحتضان كان كامل على الجميع، يعني وهيدي أول مرة بتصير. أول شيء نتيجة الإنجاز الكبير اللي عملناه للبنان للعبة كرة الطائرة، هيدي أول سنة بنوصل لدور 8، لو ما كان في احتضان ما كنا وصلنا لهيك. هلا رح نشوف سوا ريبورتاج كيف وصلنا لدور 8 وبعدين بناخذ النتيجة النهائية لهذه المباريات. هلا ما في شك، أول شيء بدنا نقول مبروك لمنتخب لبنان، هيدي تاني مباراة بيربحها وصار للدور 8، يمكن هلا صار بده مواكبة جماهيرية أكبر وهون يمكن عنا دور نحن. ما في شك إنه وجود منتخب لبنان بكرة الطائرة بدبي بخليني إنه يكون حاضر معه أنت، بس أي منتخب عم بيجي سبق بالباسكتبول أو أي مناسبة رياضية أو ثقافية تانية أكيد هذا جزء من الواجبات الوظيفية حتى والوطنية إنه يكون موجود. هيدا بالنسبة لنا إنجاز كتير منيح، لعبنا ضد الإمارات وضد باكستان ربحنا 3-0 فكان نتيجتنا كتير منيحة وتأهلنا على الدور الثاني. هيدا الفريق أنا شايف له كتير لبعدين، يعني عنده مستقبل كتير منيح،
ان شاء الله خير ان شاء الله خير، ما في امل كبير. يعني المهم انه نحن اول فريق عربي اليوم بيوصل على الدور الثمانية، وان شاء الله يعني مثل ما عم تشوف فريق لبناني عم بيكون جاهز، الفريق اللبناني ماتش بعد ماتش مستوى عم بيطلع. انا عندي ثقه كبيره انه اذا الدراج بيساعدنا شوي بدور الثمانية ان شاء الله بنكون عم نعمل انجاز كبير للبنان، وبتشوفونا بالفاينل فور اذا الله رد. في عنا سكاوتينج لكل معظم الفرق، وبالاخص معظم فرق دور الثمانية اللي بدنا نلاعبها، لانه نحن وحظنا بتعرف القرعة، وبندعي لله انه تكون الفريق اللي بدنا نلعب معه ما كثير من المستويات العالية مثل ما بنعرف منتخبات ايران ومنتخبات كوريا، وان شاء الله الشباب بذلوا مجهود كثير كبير، وبنتامل يستمر هالمجهود هذا ويعطوا الصورة الطيبة اللي بالنهاية بدها تنعكس على سمعة منتخب لبنان بالكرة الطائرة، والنتيجة الحلوة اللي وصلوا لها انجاز، وان شاء الله بيتكمل هذا الانجاز. اليوم لبنان ضمن 8 فرق، أول 8 فرق بآسيا، هو البلد العربي الوحيد يلي موجود ضمن 8، وإن شاء الله على الله إنه بدور 8 نحقق نتيجة جيدة وننتقل على دور الأربعة، حتى هلأ دور 8 هو السابقة بعد ما صارت عنا بلبنان، وإن شاء الله إذا انتقلنا على دور الأربعة تكون سابقة عربية بتكون لأول مرة إن شاء الله. بالطبع هذه المباراة كنا عم نلعبها المباراة الثالثة لنا بمرحلة التصفيات، وقدرنا أن نحقق بمجمع نادي النصر. وهون بدنا نوجه تحية أيضا لأستاذ سامي نمير القنصل العام يلي كمان هون عم نشوفه كان أول المتحدثين، كان عم بيتابع المباراة وكل المباريات يلي كانت عم تصير حسب ما يسمح له وقته، كان عم بيكون إلى جانب هذا المنتخب. شفنا تقريبا كل أعضاء الجهاز الفني عم بيقون عم نشوف أراءهم، شو رأيك؟ يعني كلهم كانوا متفائلين، ولكن للأسف المباريات المقبلة إذا بتقلنا مع مين رجعنا خسرنا قدام تايلاند، رجعنا خسرنا طبعا بعد فوزنا على الإمارات وعلى أوزبكستان، وانتقلنا لإجراء القرعة. نحن كانت خسارتنا الأولى قدام تايلاند حطتنا بالمركز الثاني بالمجموعة، هي أربع مجموعات أول تاني كم يعني أول أربعة ضد أول تاني أربعة. الأربعة الأول بسبتوهن، وكل رئيس مجموعة بيختار بالقرعة الفريق اللي بده ينافسه. هلأ الحظ ثابت أنه جينا مع إيران مباشرة، كان المفترض لو أنه نحن شوية جهد كان قبل مع تايلاند كنا عملنا رئيس مجموعة، كان في عنا أمل كتير كبير ننتقل على السيمي فاينال، لأنه كان ممكن تلعب مع فريق مرتبة تانية بأحد المجموعات، يعني كان الهند ممكن يكون تايلاند، يعني ممكن تنافس، بس وجودنا ضمن المرتبة التانية كان في قدامنا يا الصين يا كوريا يا الصين. بس لعبنا مع إيران، لعبنا مع إيران، رجعنا خسرنا منيحة. مع تايلاند خسرنا مع تايلاند على تصنيف المراكز الخامس السادس، ورجعنا خسرنا مع الهند واحتلينا المركز، وخسرنا خسارة غير مبررة مع تايلاند. لا لك ليه، لأنه أول شوط 25-15 يعني ركبنا الغرور نحن انه اول شوط اخذنا على تايلاند 25-15 خلص حسبنا. هذا هون كنت بدي اساله السؤال لاسعد، فاذا المنتخب يمكن ناقصه بس بعد هيك مثل ما عم بقول استاذ علي ناقصه الديسيبلين او شو ناقصه؟ العناصر النص، هذا هو اللي كان ناقص كتير، بس الغرور وهيك يعني كان لازم هيك يكونوا منضبطين أكتر، مفروض يكونوا منضبطين يعني، لأنه مع الهند أيضا بالمجموعة الأخيرة كنا 14-12 والإرسال معنا كانت المباراة لقلنا مع الهند، يعني ساعة اللي بتكون 2-2 وعلى الأخر شيء نحن 14 وهن 13 ما بيصير نحن نرجع يصوروا هن 17-15 يعني، بس اكسبيريانس حلوة طلع النص كان ضعيف عنا. في عنا مستقبل في هذا الإطار. جورج على سريع فوتبول أنا نعيدك أول شيء صاروا 30 ولا بعد؟ لا بعد سنتجي أنا أخبار دوري لبنان أنا جيب رح نبلش فيها، إضافة للفوتبول الأوروبي جولة سريعة عم تلعاد. البداية مع المرحلة الثالثة من الفوتبول اللبناني، ملعب بيروت البلدي استضاف نهار السبت مواجهة بين الأنصار وشباب الساحل، هاللقاء انتهى من دون أهداف. الأنصار اللي عنده مشاكل مع الاتحاد وكان داعي لمؤتمر صحافي وكان مهدد أنه يكفي البطولة أم لا، أضاع العديد من الفرص الفريق الأخضر بهاللقاء عبر محمود كوجوك محمد عطوي وسيباستيان راموس اللاعب البرازيلي، كل هالفرص ما أسفرت عن أي هدف، وكان هناك فرصة كمان لدانيال أودافن لاعب الساحل بختام المباراة اللي أعلن حكمها
انتهاء من دون أهداف. من جهة تانية على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية نهار الأحد كان فريق الصفا حامد اللقب عم بيواجه فريق الراسينج اللي عم بيقدم مستوى طيب هالموسم. الصفا نجح بالفوز 2-0. نور منصور افتتح التسجيل بعد 9 دقائق من ركلة البداية وبيضيف حسن هزيمة نجم فريق الصفا الجديد هدف 2-0 بالدقيقة 33. بالشوط الثاني الراسينج تحسن أدائه لكن انتظر للدقيقة الأخيرة من وقت المباراة ليسجل هدف رائع جدا عبر لاسينا سورو ويقلص الفارق الى 2-1 بهالمباراه. بابرز نتائج العهد فاز على الاخاء الاهلي 3-2، سلام صغرت تعادل مع تضامن صور 1-1، والاجتماعي فاز على المباراه 5-0. بالترتيب الصفا عم يتصدر منفردا بفرق نقطه عن الاجتماعي وبقيه الفرق. اما الدوري الالماني على سريع بالمرحله الثامنه رح نتابع مباراتين دورتموند بايرن مثل العاده متابعون سوا. دورتموند بمواجهة بروسيا مونشنغلادباخ طرد كتير بأثر على فريق دورتموند ماتس هوملز ببداية المباراة وضرب جزاء كمان ماكس كروز سجل منها بالدقيقة 81 من بعد رافائيل بأكد فوز مونشنغلادباخ ومفاجأة كبيرة بسقوط فريق دورتموند خارج أرضه بهالمرحلة إنجاز كبير لفريق مونشنغلادباخ. بوقت اللقاء الأبرز كان بين باير ليفركوزن وبايرن ميونخ. المباراة اللي صارت بالبي أرينا بليفركوزن افتتح فيها التسجيل فريق البافاري بعد تمريرة حلوة كتير عرضية من فرانك ريبيري المرشح يفوز بجائزة بالون دور لأفضل لاعب بالعالم. تسديدة حلوة كتير من توني كروس سكنت الشباك العليا لحارس مرمى ليفركوزن يلي تألق بهالمباراة وصد العديد من فرص بايرن. هون خطأ من مانويل نوير بعدم تحكم بالكرة وسيدني سام بعدل الأرقام 1-1 بهالمباراة. شالكي فاز على أوغسبورغ 4-1 بأبرز النتائج وبرانشفيك فاجأ فولسبورغ وفاز عليه 2-0. بايرن تصدر منفردا بفرق بس نقطة واحدة عن دورتموند وليفركوزن. هذه أول خسارة لدورتموند صح بهالموسم يمكن عم يتعب شوية من البطولات كان عم يربح كل مبارياته تعادل مباراة واحدة وهلأ خسر ما عم يكون منيح بآخر هلأ رح نتابع معك ولكن قبل بدي أسألك أستاذ علي المنتخب هل كل الأندية اللي عم تشارك بالبطولات المحلية عم بتضخ فيه؟ ايه المنتخب هو عبارة عن اللاعبين المميزين اللي هن موجودين ضمن الأندية اللبنانية. نحن هون بدي أتمنى على يعني وهذه دعوة من لقائد الجيش إنه لكل قيادة المؤسسات العسكرية اللي عندهم لاعبين بالمميزين إنه يسمحوا لهم الالتحاق بالمنتخب الوطني. اليوم المنتخب بحاجة لكل طاقة موجودة بهيدي طبعا مش بس بهيدي اللعبة بكل الألعاب. واليوم نعرف إنه الأكثر انضباطاً هن بيكونوا بالمؤسسات العسكرية وبالتالي يعني هي هن قيمة مضافة إذا بدك تقول للمنتخب الوطني. ساندرين قبل ما نكون معك رح نكون على السريع ايضا معك جورج تابلويت ابرز المباريات الاوروبيه مثل العاده جوله على ابرز البطولات ان كان انجلترا اسبانيا وايطاليا. رح نبلشهم مع الدوري الانجليزي ونستعرض سوا ابرز نتائج المرحله السابعه من البريمير ليج اللي شهدت مواجهات قويه وخاصة كمان مفاجآت بنستعرضها سوا. ساندرلاند خسر مع مان سيتي 1-2. ليفربول كان عم بيفوز وان يونايتد بآخر ثواني فاز أيضا. أرسنال تعادل لكن بعده متصدر بفرق الأهداف عن ليفربول. منتابع مع بقية النتائج من الدوري الإنجليزي للدوري الإسباني. أتلتيكو مدريد بعده عم بتابع نتائجه الممتازة. برشلونة عم بيفوز والريال أيضا بصعوبة. بارسا بعده بالصدارة بفرق 5 نقاط عن ريال مدريد وبقيه الفرق واكيد اتلتيكو معه بالصداره. بالدوري الايطالي روما انتر 3-0 للروما. يوفي ميلان 3-2 لليوفي. ابرز المباريات لازيو فيورنتينا 0-0. روما عم بيتصدر بعده كارتون بلان لهلا 7 لقاءات 7 انتصارات. وبالدوري الفرنسي اخيرا بنشوف فوز مهم لبي اس جي على مارسي. موناكو عم بيفوز ومونبلييه سحق اليوم بالترتيب. موناكو تصدر مثلهم بي اس جي بلشوا يبتعدوا شوي عن بقيه الفرق. بالطبع نادال مبروك يعني فشل لي خلال هالموسم يعني. بس خسر خسر بالنهاية بس نمبر 1 بس رجع المركز الأول. يعني بفتكر حيلا شخص تسأله عن هالموضوع قبل بثمان تسعة أشهر لما عاد نادال من الإصابة. بفتكر كتير قليل يلي كانوا بيراهنوا على هالعودة القوية بس بالفعل قدم مستوى خيالي بهالسبعة ثمان أشهر وبتصور بيستحق عن جدارة هالعودة. عند السيدات بفتكر عم نعيد حالنا نحن مع كل بطولة. سيرينا ويليامز ما حدا عم بيقرب عليها وأحرزت اللقب العاشر لها هذا الموسم بالصين. قبل ما نتابع الصور لنهائي الرجال والسيدات خبر صغير بس عن ماريا شرب
شاريبوفا امبارح اعلنت رسميا عن انسحابها من بطوله ختام الموسم اللي بيشارك فيها افضل 8 لاعبات بالعالم بسبب اصابتها بالكتف اللي بعدها مستمره. انسحبت من اليو اس اوبن وراح اذا بدها مضلك انا مستعد اشتغل ببلاش. بعرف انا بعرف انت بتحب تعرف اخبارك من هيك عم بقول لك. اوكي اذا خلينا نتابع صور المباريات النهائيه للرجال والسيدات ببطوله بكين. إذا عند الرجال احتفظ الصربي نوفاك جوكوفيتش بلقب دورة بكين الدولية اللي بتجرى بصالة مؤفلة، حيث فاز نهار الأحد بالمباراة النهائية على غريمه المعتاد الإسباني رافائيل نادال بنتيجة 6-3 و6-4، ونال الصربي جائزة المركز الأول وقيمتها 557,000 دولار بالإضافة إلى 500 نقطة بالتصنيف العالمي، كما أنه أحرز لقبه الرابع هالعام و38 بمسيرته الاحترافية، لأنه الإسباني بعده بيتفوق عليه بالمواجهات بواقع 22 فوز مقابل 16. مثل ما ذكرنا تراجع جوكوفيتش المركز الثاني ونادال تقدم إلى المركز الأول بالتصنيف العالمي. عند السيدات كان لقب البطولة لسيرينا ويليامز المصنفة أولى اللي فازت بالنهائي على الصربية لينا يانكوفيتش المصنفة 11-6-2 و6-2، ورفعت سيرينا رصيدها إلى 56 لقب بمسيرتها وحصلت على جائزة مالية قدرها 860,000 دولار، كما عادلت رقم البلجيكية جوستين إنا والألمانية ستيفي غراف والأمريكية مونيكا سيليتش بتحقيق 10 ألقاب بموسم واحد بفارق لقب واحد عن السويسرية مارتينا هينجس يلي حققت 11 لقب عام 97 وهذا رقم قياسي. شكرا لك ساندرين. أسعد بالختام برأيك أنت قرار الاتحاد العربي كان قاسي على نادي البوشرية توقيفه لمدة سنتين من بعد الإشكال اللي صار بالبطولة العربية للأندية ببيروت؟ أكيد كان قاسي، بس بعتقد هلأ مش الحال. إيه. بدنا نوجه لهم تحية فأذن لأصدقائنا بنادي البوشرية يلي ارتاحوا يعني من بعد القرار يلي أخذك شوية أخذوا رد لفترة أسبوع، وبالطبع التدخلات يلي صارت من بعد القرار. أكيد من التدخلات اللي صارت من رئيس الاتحاد هي كان وجوده مهم في دبي. على كل حال بالأسابيع المقبلة أيضا رح نكون بتغطية للحديث اللي أجريناه مع رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي مع أستاذ جاو مع ممثل الشيخ أحمد الفهد اللي حكينا نحن وياه حول كل هذه المواضيع. الفوليبول على ام تي في رح بتضل والعاني من هلا لأواسط شهر نوفمبر المقبل مع البطولة بطولة الكرة الشاطئية اللي رح بتصير بدولة قطر. شكرا لك أسعد، شكرا لك جورج ساندرين، بنشوفك بكره على بكره اذا الله راد بالاخبار. صح. وشكرا لك استاذ علي خليفه رئيس البعثه اللبنانيه اللي كانت عم تشارك ببطوله الامم الاسيويه بالفوليبول. الى اللقاء الاسبوع المقبل.